السلام عليكم. الحقيقة هناك تطورات خطيرة جدا في منطقة القرن الأفريقي، الأمور مشتعلة، منطقة القرن على صفيح ساخن، والحقيقة مهمة جدا احنا نتابع البلاوي اللي بتحصل في هذه المنطقة. المنطقة بالنسبة لنا طبعا بتمثل امتداد للأمن القومي المصري، ووضع لحضراتكم ايه اللي حصل خلال الفترة الأخيرة. لكن اللي حصل في إثيوبيا أمر غريب جدا. هبدأ بإثيوبيا وبعدين انتقل للصومال ومنها أروح جيبوتي. بدأنا في إثيوبيا، وجدنا أنه الجيش الإثيوبي تم طرده من الحدود مع السودان. اللي حصل أنه في ميليشيات من أقليم اسمه أمهرة، الميليشيات دي اسمها فانو. ميليشيات الفانو في صراع بقالها فترة مع الجيش الإثيوبي، لأنها طبعا يعني ميليشيات انفصالية. والحقيقة أقدر أقولك هنا أنه السحر انقلب على الساحر. هذه الميليشيات كانت بتستعمل من قبل لترهيب السودانيين. نقلنا لحضراتكم قبل كده من سنتين انه الميليشيات دي كانت بتدخل ولايه القضارف وتحتل الارض، وكمان تساعد وتحمي فلاحي اثيوبيا اللي بيحتلوا اراضي مزارعي السودان، بل انه الامر وصل لانه هذه الميليشيات كانت بتدخل السودان تسرق الماشيه والاغنام والابقار، وكان موضوع غريب جدا. المهم حصل صراع خلال الفتره الاخيره، وفي صور بتوضح لحضراتكم انه ميليشيات الفانو بتحتفل بايه؟ في معبر اسمه المتمة، المتمة مقابل ليه معبر بولاية القلبات أو بمنطقة القلبات بولاية القضارف في الحدود السودانية الإثيوبية. معبر المتمة سيطرت عليه قوات أو ميليشيات الفانو، وبعد السيطرة طبعا استشعرت السلطات السودانية في المنطقة أن هناك خطر داهم، فقامت بإغلاق منطقة القلبات أو المعبر الحدودي السوداني تجاه إثيوبيا. طبعا فر الجيش الإثيوبي، القوات المسلحة أو الجيش عندهم، تم تسليم السلاح، هربوا وسابوا السلاح وسابوا كل حاجة ودخلوا السودان بدون سلاح، يعني دخلوا كأفراد يعتبروا مدنيين. اشترطت السودان لدخول الأفراد الإثيوبيين أو أفراد وعناصر الجيش الإثيوبي أنه تقبل الفانو على الجانب الآخر، ما هي بقت السودان هنا وفانو هنا، ما بقاش الإثيوبيين أو الحكومة الإثيوبية مسيطرة على أمهرة. فاشترطت السودان أنها تقوم ميليشيات الفانو بقبول اللاجئين السودانيين اللي عايزين يدخلوا الى الجانب الاخر وهربين من ويلات الحرب في السودان. فدول دخلوا هنا والسودانيين دخلوا هنا، واصبحت المنطقه بهذا الشكل، منطقه توتر كبيره وصراعات ونزاعات خطيره جدا بتهدد امن واستقرار المنطقه. لكن دي دوله فيدراليه فيها ولايات 10 او 11 ولايه ومش قادره تسيطر على معظم هذه الولايات. في الوقت اللي انا بكلمك فيه في تطورات خطيره ايضا في اقليم تجراي اللي فيه اشتباكات وفي انقسامات وفي حروب اقليميه داخل هذا الاقليم، في ايضا عدم انتظام في اقاليم اثيوبيه اخرى وتحريك للقوات الاثيوبيه في اقليم اوجادين الحدودي مع الصومال. وهنا انتقل لحضرتك الى الصومال، لان اللي حصل من الصومال امر خطير جدا ايضا. الجيش الصومالي عنده بوش كبيره جدا، عنده دفعه كبيره تم دفعها بوجود مصر، وجود مصر مع الصومال في الصومال دفع الجيش الصومالي للانتقام، دفع الجيش الصومالي للاتجاه نحو الأراضي الحدودية. فالجيش الصومالي بيعلن سيطرته على منطقة اسمها هيلجن في منطقة أو محافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا. الحقيقة سيطرة الجيش الصومالي على هذه المنطقة بتأتي لأول مرة من حوالي 2006، يعني فترة زمنية كبيرة جدا كانت الصومال مش بتحكم قبضتها على معظم الإقليم أو معظم الدولة. النهاردة بدأت تنطلق و تستعيد السيطرة على مناطق كانت محتلة من حركة اسمها الشباب، ودي حركة تابعة لتنظيم القاعدة كانت بتسيطر على مناطق شاسعة في الصومال. النهاردة بدأ نفوذها يتقلص وينكمش. وعد رئيس الصومال حسن شيخ محمود بأنه يحرر الصومال من هذه الحركة في خلال 5 شهور، وكان الوعد ده بداية من شهر 8 الماضي. المهم البيان بيقول أنه تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية من تدمير عدة قواعد لميليشيات الخوارج في منطقة تابعة لمحافظة هيران الحدودية وسط البلاد. وده نقلته وكالة سوما عن ضباط في الجيش الصومالي، قالوا ان عناصر ميليشيات الخوارج اللي هم بيقصدوا بيها ميليشيا الشباب التي كانت تتحصن في محافظة او في منطقة هيلجن فرت عندما علمت بقدوم الجيش. المنطقة حاليا تخضع لسيطرة الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية، مؤكدة ان العمليات ستستمر حتى يتم تحرير المحافظة من الفلول الإرهابية. نجح الجيش خلال الفترة الأخيرة طبعا من استعادة مناطق مختلفة خلال شهر 8 تحديدا، وكأنه هناك دفعة أو بوش حصلت لما مصر دعمت الصومال، فبدأ الصومال
يعمل مكاسب ويحقق إنجازات على الأرض. ولا أنكر أنه في على مدار عام ماضي حققت الصومال بعض المكاسب، ولكن خلال شهر 8 تحديدا حققت الصومال مزيد من المكاسب، يعني حرروا مدينة اسمها البور في ولاية جلامدج الحدودية كانت تحت سيطرة الشباب 16 سنة، حرروا المدينة. فالجيش الصومالي عمال يحرر مدن تلو الأخرى ومصر موجودة في الصومال. الخبر الثالث أو الجزء الثالث أنه جيبوتي بتدخل في اللعبة. إيه اللي حصل؟ جيبوتي عرض حل للأمور، قالت المنطقة بتشتعل وهنا مصر هتشتبك مع إثيوبيا، هيحصل توتر، القوات الحدودية القوات المصرية ممكن تتواجد على حدود إثيوبيا، وساعتها أي استفزاز يعرض الجانبين لأنه يحصل اشتباكات أو تشتغل حرب لوكلاء. فقامت جيبوتي وزير خارجيتها تحديدا في مقابلة مع بي بي سي بعرض مقترح هيقدمه الرئيس الجيبوتي خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي. طبعا المقترح ده بيقول انه جيبوتي هتحل الامر. طب جيبوتي هتحل الامر ازاي؟ قالت انا هدي اكسس لاثيوبيا انها تدير ميناء تجاري في جيبوتي ممهد الطريق في منطقة اسمها تاجوراء شمال جيبوتي، والادارة دي هتكون بنسبة 100% تديرها اثيوبيا بنسبة 100%، يعني اثيوبيا هتكون متحكمة في هذه النسبة. طبعا هنا ادارة، والحاجة التانية انه مش هيكون هناك قواعد عسكرية. الفرق ما بين عرض جيبوتي واللي قدمته أرض الصومال هو قاعدة عسكرية إثيوبية، وهو ليس استئجار لأرض طولها على الساحل 20 كيلومتر، لكن الأرض المقدمة من جيبوتي لإثيوبيا أقل في المساحة. الحقيقة اللي بيحصل هنا أنه جيبوتي لم ترد، أنه عفوا إثيوبيا لم ترد، يعني إثيوبيا ما قالتش أنا موافقة أو مش موافقة، حدش رد خالص. هنا النقطة، هل مصر هتعلق؟ الحقيقة أعتقد أنه مصر منتظرة رد فعل إثيوبيا، وده أمر ما يخصهاش بدرجة ما يخص إثيوبيا، لكن هو بيخص الصومال لأنه المفاوضات القادمة النهاردة لم يعلن عنها، وبالتالي أصبحت الجولة الثالثة من مفاوضات الصومال وإثيوبيا متوقفة. إذن سبب توقف المفاوضات دي أكيد هو وجود الجيش المصري في الصومال، استفزت إثيوبيا فوجد الجيش المصري في الصومال، فكان لإثيوبيا ردات فعل صدرت بشكل دبلوماسي وأيضا عن طريق تعيين سفير لهم في أرض الصومال لأول مرة، السفير تشومي شوندي، ده سفير إثيوبيا لدى أرض الصومال. لكن الغريب في الأمر أنه في صورة متداولة على تويتر، الصورة دي عند يعني موجودة مش عند المواقع العربية، الصورة بتبين صورة السفير، طبعا هو لابس البدلة وبتكلم مع رئيس الصومال وكده، وفي لقاء وفي صور جميلة جدا، ولكن في صورة أخرى مبين الراجل واقف بمنظر أنا استغربت له، هل هو ده تشومي شوندي اللي هو سفير إثيوبيا لدى أرض الصومال؟ الحقيقة أنا مش عارف، لكن الصورة بتجيب نفس الشخص وهو بالمنظر حرك شايفه ده، فأنا بستغرب جدا على هذه الصورة. ولكن يعني الناس بتقول إثيوبيا بتعين أي حد وخلاص عشان يمسك الأمور ويبقى فيه سفير، لكن أنت تتوقع كل حاجة من إثيوبيا. فالحقيقة أن احنا هننتظر خلال الفترة القادمة نشوف التطورات الجديدة في منطقة القرن الأفريقي اللي أصبحت النهاردة مسألة إرجنت جدا بالنسبة لمصر، وفي ملف السد النهضة طبعا التطورات الكبيرة جدا اللي بتحصل على صعيد الأيام الماضية إن شاء الله هنتابعها لحظة بلحظة. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.